مرحبا بكم عندنا في نيدلز. قربنا شوي من الاجواء. لا نيدلز باروم ومرحبا بهم واللي جاء على الطريق احنا الابواب ديالنا مفتوحه. مرحبا باي واحد. راه هي باب ديال درعته فيها. الله يعمرها دار كاع الناس ديال البلاد حتى في لاب درعته في لاب الشامله. انت انت كتشوف ما شاء الله زوينه مبرده الله طراها على هكا زوينه. الناس ديال الرشيديه والناس ديال سميتو كتكون عندهم قصح شويه في الجو كيجيو كيدوزو معنا هنايا الصيف. كاين واحد ديك المنطقه ديال برتات برتات فيها واحد كاين فيها واحد شي فيها شي ليلات زويونين وفيها بزاف ديال الحوايج ميتات. المشاهد الكرام متابعي قناه صوت العداله كتواجد اليوم بمدينة مدريد معروفة في جهة العدد اللي عندها واحد الرونق من الزيارة اليوم نقول لها أنا كنت هذا شنو واحد الشيء جميل وثلاث قصص أخرى كبيرين مزيان. انت ولد ميدلت؟ انا ولد ميدلت. مرحبا بكم عندنا في ميدلت. قربنا شويه من الاجواء ديال ميدلت و الاجواء ديال ميدلت انت كتشوف ما شاء الله زوينه مبرده اللهم راه على هكا زوينه. الناس ديال الرشيديه والناس ديال سميتو كتكون عندهم قصح شويه في الجو كيجيو كيدوزو معنا هنايا الصيف. وكاين البليصات هنا في ميدات اللي كيتشوفو كاين متنفسات خضراء كاينين بزاف ديال الحوايجات هنا. كاين واحد ديك المنطقه ديال برتات برتات فيها واحد كاين فيها واحد شي فيها شي ليلات زويونين وفيها بزاف ديال الحوايج ميتات كاين المنطقه كاين ميتات في المنطقه بزاف كثير تبارك الله موجود الخير. شنو كتقول للناس اللي كيدوزو الميدات وغاديين اللي كيمشيو من الزوقه وكيدوزو على والله الا ميدات بارهم ومرحبا بهم واللي جا على الطريق احنا الابواب ديالنا مفتوحه. مرحبا باي واحد. راه هي باب ديال درعته في الله يعمرها دار كاع الناس ديال البلاد حتى في درعته في لاد كامله. شكرا لك على كل هذا فيك الاخ. مرحبا مرحبا بكم حتى انتم. مرحبا بكم الزوار ديال المنطقه انهم واحد شويه ولو بضع دقائق في ميدلت فغادي يستمتعوا بالرونق ديال هذه المدينه الجميله ديال عاصمه جهه درعا تبيلات.